يوسف محمد صومه، مساء الخير. مساء النور يوسف. عمرك 22 سنه. صحيح. انت من اب مصري ام لبنانيه سني سكان الرابيه. صحيح. هيدي الصوره اثنيناتهم صورك، هيدي الصوره خبرني عنها. هيدا اللي هون هو اكثر صبي انا كرهته بحياتي. هذا الصبي كان يفيق كل يوم الصبح يكره التاسك تبع انه يطلع بالمرايه. كان جرب محيب المحايك اليوم. كان يروح على المدرسة هو منه مبسوط، وما عرفت تقبلته لحد من شي سنتين زمان تقريبا. بالمدرسة كنت طلقت محاية تتمحي حالك، شو يعني؟ فسر لي. يعني أول ما فتت على المدرسة أنا تعلمت بمدرسة ستريكتلي، إذا بدك فينا نستعمل العبارة، أنه مسيحية بالنظام بكل شيء. فكنت دايما هيدا المصري، يعني بتذكر أول نهار مدرسة بهالمدرسة، شو اسمك؟ يوسف عادي، محمد صف برم صومة ذن مصري. بعدين فتنا على المدرسة بلشت اختلط مع التلاميذ، ليه هيك لونك؟ ففكرة اللون الأسود ستريكتلي بالمدرسة اللي كنا نشوفه هن العمال تبع النظافة، أو هيدي الصورة مربوطة بهاي. فكان يقولوا لي هيدي أمك أو هيدا بيك. عم مين يدلوا؟ على اللي بيساعدونا بالمدرسة، عمال النظافة، جانيتورز. اكزاكتلي. وأنا كنت أبكي وأرجع على البيت، وأمي إنه بيضة وشعرها تعمل هايلايتس. فبتذكر مرة كان في مثل تخرج للتلاميذ، وإجت أمي وكنا بالكنيسة قاعدين كل التلاميذ، وانا قاعد وصلت ماما لابسه فستان وبيضه، وامي حلوه حبيبه قلبي. فبلشت اقول لهم هيدي امي بس، والمعلمه عم بتقلي انه بروم مشان ما اعمل صوت، وما حدا صدق انه هيدي امي. فبلشت صرخ بالكنيسه بهيدا النهار، لا هيدي امي، وانا عم بعرف حدا من اهلي ابيض، وانا لوني هيك مش لان نقيت، لانه انا البيجمنتيشن تبعيتي كنت ضل فترات طويله بالشمس وبعدني لهلا، فما كنت احبه ابدا. فجيب المحايه وجرب محي يطلع لون ابيض شوي، قول يا رب اذا بجرب محي اكثر بصير لوني افتح. ف ايه امتى رجعت حبيته ليوسف؟ اول ما بلغت، على اول ما بلش يتغير شكلي صوتي، بلشوا الصبايا يقولوا انه لا الشاب الاسمر حلو. بعدين صرت اشوف لما كبرت شوي صارت الموضه، حتى المشاهير بيستعملوا التانينج شيء عنصر جمالي، فاقتنعت انه لا يمكن انا عندي اياه ناعمه مش نقمه، واستعملته هلا بستعمله كناعمه مش كنقمه بالعكس. يوسف، بعيدا عن هذا التنمر يلي عانيت منه بالمدرسه بسبب اول شيء جنسيتك. صحيح. انك مصري، والستيريوتايبنج اللي بيعملوه بلبنان انه شو بيقولوا بلبنان؟ بلبنان بس يقولوا مصري، يعني محله على الترومبا. اول ما تسمع مثلا حدا انت مصري، ايه بيك على اي ترومبا بيشتغل. كنت مره راجع من الجراديويشن تبعي الترمينال بسياره ما حاذكر اسمها، بس انه فارهه لانه يوم التخرج تبعي، لابس احلى بدله معقول تلبس، وراجع انا والشباب، نوقف حاجز خمس شباب طبيعي نوقف على اليمين، وقفوا على اليمين هوياتكم شباب، وانا معي شيء اسمه الاقامه، ما عندنا هويه بلبنان. سو بعطيه اقامتي، قرا اسمي عائلتي، شاف مصري وطلع فيه وقال لي عاية ترومبا بتشتغل. بس بقى والله العظيم على الحاجز، قال لك عاية ترومبا بتشتغل. عاية ترومبا بتشتغل، وهيدي كانت اول مره بحياتي بيكون عندي الجراه اني اقول له بعد اذنك كفي، انا ماني، مع انه مش غلط ومع احترامي الشديد، بس انا ماني موظف ترومبا، انا شاب اهله كثير تعبوا وبتعلم جامعه محترمه، ويعني وجعتني يعني هيدا اول شيء خلينا نكون واضحين انه منه تقليل ابدا من قيمه الناس اللي بيشتغلوا على ترومبه البنزين. صحيح. المحطات بحاجة إلى عمال. صح. يعني بأمريكا لبنانيين بيشتغلوا كمان على محطة البنزين. يعني مش وظيفتك تعطيك مكانة. ولا المكان بيعطيك مكانة، أنت بتعطي قيمة لوظيفتك ومهنتك، بس هيدا فيه جهل صارخ وموجع لإلي. يعني كنت أرجع مثلا أنا ماني أنا إنه أنا وأصحابي كنت انأذى نفسيا، وكنت أكره. هلأ أنا بعشق فكرة أني مصري، بحب الفكرة كتير أني مختلف، عندي فكرة أنه الله عطيني الفكرة أنه يكون عندي اطلاع على ثقافتين، بيئتين مختلفين، حياتين مختلفين، بس مش هين تكون مصري بلبنان، مش هين تكون مختلف نقطة بلبنان. أول شيء أنت من أم لبنانية. صحيح. وهذا الإشحاف يلي بتعينوه أنه الأم اللبنانية لغاية اليوم عاجزة عن منح جنسيتها لأطفالها. أنت قد بتعمل إقامة؟ لأنه ولدت لبنانية كنت 3 سنين مرة مجانية، بس في نقطة إذا بتسمح لي حابب أحكي عنها قبل النقطة. يعني حتى ما عندك قدرة إنه تمتلك أو تتملك؟ في أتملك بلبنان. أوكي. في أعمل كل شيء بلبنان طبيعي، بس ممنوع فوت على ولا نقابة. يعني أنا كان حلمي يكون دكتور أسنان أول شيء، بعدين قلت إنه شو عم بعمل، مش حافي أنضم للنقابة، انتخب ممنوع. أنا بلد خلقت وربياني، ما بعرف ولا سياسي ولا ثقافي ولا بيئة غير لبنان، ما لي حق أعطي صوتي،
وهيدا الشيء عرفته بصف العاشر بالمدرسة حصة التربية عم يحكوا على الانتخابات وأنا شخص أنت كنت أستاذ بالجامعة بتعرف إنه صوتي كتير عالي وعندي بحب أعبر عن رأيي كنت شاطر كتير بالجامعة صراحة. خليني أقول للمشاهدين إنه يوسف كان من الطلاب المتفوقين بصف الكوميونيكيشن. شكرا. فبتذكر بهيدا النهار بوقتها بنط الأستاذ وبيقول لي بس أنت ما فيك تنتخب. قلت له ليه؟ قال لي ما أنت مصري. قلت له شو يعني بس أنا معي إقامة وماما لبنانية. قال لي إيه إيه بس أنت ما عندك صوت بلبنان. هالكلمة أنت ما عندك صوت بلبنان. رجعت على البيت والله العظيم ما بنسى النهار. رجعت على البيت وقلت له ماما أنا عن جد ما فيي أنتخب. قالت لي طب شو عم بعمل هون؟ قالت لي ما أنا هون. قالت لي أنا كل يوم حانتخبك ابني وحضلك معي. وهذا شيء بالنسبة إلي كان بخليني ضايم بلبنان لهلا. إذا بدك تقول في موضوع رح تحكي عنه أنت بعد كم سنة لازم تروح على مصر وتخدم في الجيش المصري؟ بعد سنتين بدي روح على بلد أنا ما بعرف فيه ولا شيء حرفيا وما عندي بيت حتى يعني ما عندنا بيت هنيك ما عندي شيء. بدي روح أخدم ببلد أنا فخور إني منه بس صدقا ما عندي اطلاع عليه واللبنان هو البلد الوحيد اللي الأمة فيها تعطي فيه جنسية لأولادها. أنت زرت مصر؟ طبعا. مصر عظيمة رائعة وأنا فخور إني مصري وفخور بالثقافة أم الدنيا يعني أنا جاي منها بس يعني بدي خبرك شيء لو أصدقائي المصريين عم بيتفرجوا هلأ بيقول وماله يعني هو لازم يكون فخور اصلا بجنسيته انا فخور لا بص يعني. انا لو عزتك يعني لو عزت يعني ممكن اقلب مصري في 5 ثواني وانا فخور جدا ان انا مصري وبعشق حكايه ان انا مصري بس الحكايه ان مش سهله تكون مصري في لبنان وتتولد وتتربى هنا الناس تعرفهم فنانين مشاهير الناس بتحبهم بس انا مش حد انا يوسف يعني بس انت مواطن مصري عندك يعني كائن أكيد وفخور بلد. بحالي وفخور بعروبيتي ومصريتي بس هيدا الواقع اللي عشته بس أنت لأنك تنتمي إلى لبنان من مواليد لبنان وخلقت في لبنان هوا لبنان يعني من 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 ميزاته لفساده بتحبه للبنان ولدتك أمي كانت امرأة سائرة يعني القصة بلشت مع هي صحيح. مش معك أنت حبت أبوك الموظف عن جدي كان موظف عن جدي. مصري عن جد هل صحيح جدك قال معقول بنتي تتزوج موظف يشتغل عندي ومصري مش بس جدي العيلة كلها بالأول كانت رافضة إنه يي والفرق العمر فظيع بين أمي وبي يعني كم سنة تحكي 15 سنة يعني بابا كان عمره 31 أمي كان عمره 15 وقرر يتزوجها خطيفة خلص حبة حبته بتتزوجيني بتزوجك عرف جدي بهالموضوع وقرر يخبي أمي أم عرف بابا قال له معنا يومين يا الخميس بتكوني معي يا انسى الموضوع وبالفعل الخميس أمي أخذت شنطة ثيابها وراحت معه وتزوجها بعد أسبوعين من الزواج الوالدة صار عندها صارت مستقيمة صار في ولد صار في بيبي بعد كقدي أسبوعين كانت بالهيدا واستقامت ماما وإجا جدي لعند بي والعائلة كلها وقالت له بينزل الولد اللي ببطنه شو بدك فيه؟ بدك تاخذي واحد مصري ما بتعرفي هلا هيدا بكره بيترك وبفل او وات ايفر وطردوا لابيك من شغله؟ طردوا طبعا طردوا لانه مصري ولا طردوا لانه تزوج بنته لانه طردوا مش لانه مصري جدي ما كان جدي كان شخص رائع بس ما تقرب على بنتي يعني جدي كان بده يجوز بنته لواحد لبناني بيروتي بيعرفه جيران هيدي الزواج التقليدي اذا بدك سني قح محت واز ماما تزوجت بابا وصار في حبل وقال لهم وقالوا العائلة انه تعال ننزل البيبي وبوقتها بي شو يعني تعال ننزل البيبي شو هو كن فيكون القرار يعني بايد وهيدا وهيدا هيدي كانت اذا بدك تقول ردة فعل بيي كيف يعني ننزل البيبي تعالوا اخبركم خبريه مرتي حامل اللي بمد ايده علي او بيخدشها حاطلع على النيابه العامه وتشك عليه بنكون عندكم هو ورجع على اللي عن جدي عم طلع فيه جدي هيك قال له مرتك حامل صح قال له ايه؟ قال له انت بدك اياها صح؟ قال له ايه؟ قال له طيب انت وياها يلا روحوا بس فاينانشلي لحالك بقى اف وقال له لامي بدك اياه؟ حرموا امك من الدعم مصاري. المادي ما في مصاري فلوس يوق عيشه انت وياه عيشوا امي وبيي وهي بفتخر اولى بغرفه على السطح معهم طفل لتري بوقتها اختي كان عمرها اسابيع يعني تلج ما في حتى مروحه يعني ما في دفايه وبابا قال له بدك ياني قلت له بدي اياك قال له وانا بدي اياكي 25 سنه بعد عفوا 28 سنه بعدهم اهلي مع بعض بعدهم مع بعض وبعدهم اهلي مزوجين ما شاء الله وبكل المشاكل اللي كانت تصير نيشان بكل مشاكلنا بالعائله شو ما يصير تركي له اولاده وفله
تركي له ولاده فله حتى ما تاخذي الاولاد يعني كانه وصمه عار exactly. تركي العار كله معه صحيح. وفلي انت صحيح طهري حالك من هال صحيح الوسخ يلي انت فيه والابشع من هيك في عفوا كمان يمكن عالم تلاقيها سخيفه بس هي واقعه مفهوم الجمال العربي او بلبنان لما يخلق الصبي الاشقر لعيونه خضر وانا كل عائلتي هيك ولاد خالتي كلهم شقر وشعرهم اصفر ونحن خلقنا سمر 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 مع بيجمنتيشن قويه انا واخواتي البنات حتى فكنا دائما لما عم بيغنجوا العائله يغنجوا الكل ويهشهش تكون ويوصلوا لعندي ايه مهضوم بكره بس يكبر بيحلو ولسخرية القدر كبرت صرت عم بشتغل بشكلي انه بصور اعلانات او شيء بيقولوا لها شكلي ف that's that هوب امك قدي عطتك مناعه امي عطيتني مناعه كانت بس بلا ما تقصد يعني ما كانت تقويني امي منا الشخص اللي بتعرف تقويني مع اني انا بعشق امي بس امي منا حدا اللي اذا بدك عارف يقويني قد ما عارف قويت من ضعفها كنت شوفها تضعف قدامي شوف امي عم تبكي ما حدا حب يشوف امي عم تبكي كان دائما تقول لي انا بحبه لبيك وانا حضل معكم ونحن عائله عائله سو فكره هلا بعدنا لحديد اليوم الصبح في قصص اليوميه بحياتي في منها مصري ولبناني يعني بيي بيوعى الصبح بيتروق بحط هو بالنسبه له هيك معود يعني صحن رز كبير صحن شوربه صحن فاصوليا وحده سمك بيقول لي تفطر حاجه ترم عظمك وامي حده عم بتولول بدها تحط فنجان القهوه يعني هول الاختلافات حتى الصغار تحكي مع بيك مصري وهي قاعده كانت عند بيي من نحن وصغار انا الحمد لله تعلمت تعليم عالي بس بطلع برات البيت بحكي فرنش بحكي انجلش بحكي اللي بدي اياه بس بالبيت بحكي مصري ومصري وبس التنمر يلي تعرضت له بالمدرسه سبب لك احباط محاولات انتحار انتحار اوف اصعب شيء كون عم تاكل قتله بلا ما تعرف ليه يعني انا كنت واقف بالصف اكل سحسوح وانا بفكر ما عم بستحي احكي عنه وبفخر او انطرني بعد المدرسه يعتدوا عليك جسديا وفي وحده منهم موثقه في حاله منهم موثقه وثقناها حتى شكينا بوقتها انه اكلت قتل بوقتها بتذكر كثير منيح كرمال شو لانه دقيت ببنت كانت عم تلعب معي كان عم يلعب ودقيت فيها عم يلعب لقيتها وكمشتها فانت دقيتي بيوسف صرتي مثله صرتي سوداء والله لحظة لحظة عزيز. شو انت دقيتي بيوسف صرتي مثله صرتي سوداء يعني اوعى تدقوا بيوسف تا ما تصيروا مثله ولو ما احتراما لخصوصيته كنت بعدني مستحيل انسى اسمه للصبي بعدني ذاكر اسمه وعائلته هو كان بكل صف في الباص هو اللي بلمه حوالي التلاميذ العمده فهو كان العمده فكان يقول لهم اللي بيحكي مع يوسف ما بيحكي معي انه nobody ما حدا بده يضل مع مش البوبولر كيد ويروح عند البوبولر فكان مره رجعت على البيت وفي بنت كانت كثير تعجبني كانت تعجب المدرسه كلها ورحت لعندها وقلت لها انت كثير حلوه وقالت لي وانت كثير سريلانكي بس كنا صغار يعني عمرني شيء 12 هيدا مفهوم يعني هيدا بصلب التعاليم المجتمعيه انه وقت نشوف حدا بشرته سمراء بعد في ناس بلبنان مع انه في كثير ناس تطورت ذهنيتهم وصاروا متحضرين اكثر بس بعده بيقول انه اسود يعني سريلانكي وكانه سريلانكي يعني شتيمه او قدح وذم مثل ما في بعض الناس يعني بيقولوا عن العرب بيقولوا عنهم بدو بعضهم يعني بأسوأ ما يمكن ان يقال عن المواطن العربي او المواطن هون في جهل يعني هون اذا بتعمل فحص للجهل بيطلع عنده منسوب الجهل 100% او الاصعب من هو اهلهم للاولاد لما كنت اقول لها انه بنتك عم بتقول عني هيك بتذكر قالت لي ما تقرب عليا ايه انه انت ما تقرب عليا لانك ولما وصلت لمرحله قررت انهي حياتي انهيتها بطريقه سخيفه بوقتها لا انا الحمد لله شخص مؤمن ومستحيل اعيد هيك شيء طلعت على البيت واخذت 4 ظروف بنادول لك ظروفي كلها واللي عملوه معي بوقتها انه نمت تقريبا يومين يعني نمت انبطحت بس إيه بس هي مش الفكره الحمد لله يعني لم تنجح المحاوله بس هي الفكره لله. انك تفكر انك تنهي حياتك فقط لانه هالقد ازيولك نفسك والاصعب من هيك انه بعدني لحديد اليوم وكثير مبسوط انه سمحت لي اطلع معك لاقول هاي دول الكلمتين الكي او اهم عنصر لما حدا يقطع باللي انا قطعت فيه اذا كان جاي من الباك جراوند تبعي يكون في ثقافه للولد عن هو من وين جاي انا بيي ما كان يقول لي قد ايه عظيم مصر انا اول مره من وين بيك مصر من المحله محله ابو علي فانا بلشت احب مصر لما عرفت انه نحن عملنا الاهرامات
نحن لايك بالثقافه بالدين بالطب بكل شيء لايك وير بوسز السينما لايك وير جود لايك اوف نحن جماعه عاملين قصص. وهلا انا بعشق فكره اني مصري بس الثقافه على الموضوع انه يعرف الولد انت اصلك هيك انت جاي من هون افتخر بهالشيء وحبه بقي اكثر انسان فخور انه مصري وكثير راسه مرفوع وانا الحمد لله مثله بس ما كان عندي الثقافه. وانا بدي وجه تحيه لكل الاصدقاء والصديقات في مصر كلهم مصر الحبيبي الغالي بدي احيي ابوك كمان من من خلالك على انه اصر انك تحكي بلهجتك المصريه وتفخر فيها وبكل فخر. بتقول انه انت وصغير كنت تشحد حب. شو يعني تشحد حب؟ I wanted to be accepted. كان بدي اكون مقبول. فهيدا الشيء شو ما كان يتطلب معي اني اعمله مثلا كنت اقعد العب مع اولاد مثلا مش غير تبع المدرسه شوفهم عم يضربوا اولاد ثانيين حتى لو هيدا ضدي بس انا او مثلا عم يضربوني سحسيح على رقبتي كل الوقت ضل شوفهم كل يوم بدي اكون موجود ما بدي اكون لحالي لانه بدك بدي اكون معهم. بس يوم اللي قررت اطلع بالمرايه وقلت لك صراحه هو شيء صار بنهار واحد فقت حتى صوتي كان مختلف حسيت انه الله عم بيقول لي ما تعتل هم عندي الموضوع. فما لازم ولا طفل بالعالم يكره حاله لانه خلق لونه بطريقه معينه او لانه دينه او عنده اختلاف. صحيح. بالمطلق بالمطلق. يوسف بتميل للبنانيتك اكثر ولا لمصريتك اليوم اكثر؟ يعني بتقول انه انا لبناني اكثر ولا مصري اكثر؟ مش هيك بقول شغله انا طبيعي لاني خلقت وربيت وتربيت بلبنان عشقي وغرامي وروحي لبنان بس بنفس الوقت من نكر اصله لا اصل له انا مصري انا الروتس تبع الانسسترز تبعولي اجوا من وحيجي نهار باذن الله وحانزل وحاعرف هذا الشيء اكثر بس ما حدا في ياخذ مني لبنانيتي مش ورقه بتعطيني اياها مش جنسيه. يعني بتقول انا يوسف محمد صومه مصري لبناني او لبناني مصري؟ مصري لبناني اوكي وبكل فخر. بدك تروح تتجند بالجيش المصري؟ هلا هذا فرض مفروض وواجب علي بس صراحه ماني جاهز لهيك شيء. لانه ما عندي يعني ما بعرف ولا شيء بمصر وحروح على بلد حرفيا عمري ما عشت فيه بس تاخدم فيه جيش وروحي بلبنان رح تعمل امي بلبنان تدبيرات انه ما تخدم بالجيش المصري. ما في حدا فوق القانون ما في حدا فوق القانون بس قانونيا اذا مش غلطان حيالله حدا من ام اجنبيه لا يخدم بالجيش المصري. ما عندي بعض التفاصيل ان شاء الله هذا الشيء يكون صحيح. وانا صبي بس بهمني العالم تفهم انه انا كثير مبسوط اني مصري وفخور فيه اني فكره اني مصري بس فكره شو عشت بلبنان ما خلتها تكون هينه الخبريه. امك شي مره ندمت على هذا القرار انها تتزوج من مصري؟ ما بعتقد لانه سالتها السؤال وبتقلي انه لانه انت واختك جيتوا هونتوا الموضوع كله يعني فا اي دونت ثينك امي بتندم عليك شيء. اعطيني ميزه انك تكون ثمره زواج مختلط. اعطيك ميزه اني اكون بعرف احكي لغه عربيه ثانيه بس بلهجه ثانيه لهجه ثانيه عندي اطلاع وثقافه على مجتمع ببيئه كومبليتلي ديفرنت عن لبنان بعرف اذا بدك اخذ من البلد هيدا والبلد هيدا اللي بيعجبني يعني بحب بمصر طيبه الشعب وبحب العالم قد ايه هيك حبوبي وبحبوا بعض بحبوا يحكوا وبحب بلبنان انه لو الساعه 4 الصبح شو ما يصير معك صار شيء بتلاقي 10 حدك بحب هيدا الشيء بس احلى شيء بالنسبه لي كيوسف انه الله اعطيني الفرصه اني اشوف عالمين مختلفين بنظر اهلي يعني من وجهه نظر اهلي وهذا الشيء كثير بحبه. اذا بعض المشاهدين اليوم قالوا يوسف مكبر الموضوع كثير انه ما بدها هالقد لما كنت صغير اذا فيك ترجع تعرض الصوره بعد اذنك نعرض الصوره نور بيعرض لنا اياها هلا ايه هيدا الصبي انا اللي كنت واجه معه مشاكل مش يوسف هلا هلا بالعكس على ما تحبه ليوسف بس انا ما كنت احبه ليوسف وهيدا المهم هيدا الصبي كان يمشي كل يوم بده يكون عنده رفيق واحد هيدا اللي هون عنده كل اصحاب الدنيا وفولورز واللي بدك اياه بس لتعلمت حب هيدا لو وصلت لهيدا ناشط على السوشيال ميديا جدا الى حد كبير. شو بدك تقول رساله بسؤال اخير للي بيتابعوك على السوشيال ميديا يوسف لكل حدا بيتابعني ولكل حدا موجود او عم يحضرني هلا الاختلاف ما لازم يولد خلاف فيك تكون مختلف وفيك تكون ما بتشبه حدا ولا شيء فيك تكون بتشبه حالك وهيدا كافي وانا يوسف صومه وانا هيك.